بأني أصير محامية عشان اللي ما لهم زين بطلعهم من السجن. بعثهم لا يتعلموا ويصيروا قوايا ونقدر نواجه بشار بالعلم ونقدر نواجهه بأي شغلة. بدنا نكون احنا أقوى منه، احنا أقدر منه بكل شيء، بكفي العلم. مثل ما هو تعلم وصار دكتور، واحنا بدنا نتعلم ونصير أكثر منه وأكبر منه احنا كمان.